اي بمعنى اهل الخير، انا مش هنزل من فوق من شقتي بعيالي لما يجي حد من القنوات يصور معايا ويعرف قضيتي ويعرف ايه اللي وصلني لكده ويعرف انا في الوضع ده ليه. كل ده من اجل 3 بنات نفسي اكون معاهم في الدنيا، 3 بنات بتمنى ان اكون معاهم في الدنيا، سواء انا حلو او وحش او في او ما فيش، بتمنى ان اعيش معاهم. محدش رحمني، في ناس كتير ما رحمتنيش، فانا مش هنزل من شقتي بعيالي الا لما يجي قنوات تصور معايا عشان الناس تعرف حقيقتي وتعرف ايه اللي وصلني لكده. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد شارك انه يبعدنا عن اطفال زي دي، حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل في الظالم اللي كان جاي يقتلني الاولاد وجري، حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم اللي كان جاي يشاركها في قتل النهارده وعايز يبعدنا عن عيالي، حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما هسيب حق عيالي، والله ما هسيب حق عيالي.